حاولنا نقوموا بواحد المبادره ديال اللي سمينا حمله خبز في سبيل الله، وهي عباره عن واحد الحمله اللي كنقدروا من خلالها نوفروا الخبز بالمجان لفائده السكان المعوزين عندنا في الحي ديالنا. كنتمنوا ان هذه المبادره تعمم على الصعيد الوطني، واي واحد يشوفنا بقصد تعميم الفكره ماشي قصد الشهره ولا شي حاجه، لاننا كنطيحوا بزاف في هاد التساؤلات. ومن خلال هذه البادره اللي درنا لقينا محسنين اللي دعمونا، اللي من بينهم جمعيه ارباب المخابز اللي كتوفر لنا الخبز كيف ما شفتوا. الشكر الخاص ليها وللرئيس ديالها وللجمعيه ككل، شكر للمحسنين اللي كيدعمونا في الخفاء، شكر لاي واحد دار معنا يد فيد باش اننا نساعدوا هاد الفقراء والمحسنين. والحمد لله البادره متواصله اليوم الثالث عشر، وغادي نصمدوا وغادي نبقاو ديما هكا موفرين الخبز، وغادي تبقى ان شاء الله هاد السله ديال الخبز كرمز للتضامن والانسانيه بين ساكنه افراد الحي. كما شفتوا هاد المبادره هي مبادره انسانيه، قاموا بها بعض الاخوان ديال هذا الحي، واتصلوا بالجمعيه ديالنا باش نزودوهم بالخبز. وكما تتعرفوا بان الجمعيه حبت هذه الفكره باش تزودهم، وكما باش تزودهم بالخبز. كما تتعرفوا بان احنا قمنا بمبادره قبل من هذه على الصعيد الوطني، لان المكتب ديالنا ديال الفيدراليه قام بواحد المبادره بان الخبز للجميع في المخابز، وبعض المخابز دابا راه اللي مضون تحتنا راه تيفرقوا الخبز فابور، اللي ما عندوش ياخذ خبز فابور. الحمد لله هذه بادره طيبه اللي قامت بها الفيدراليه وكذلك الجمعيه. كما تتعرفوا بان بعض الدول حنا تنشوفوا فيهم ما فيهمش الخبز نهائيا، والخبز يتفرق بالعدد، ولكن الحمد لله ما الفيدراليه ديالنا قامت بهذا المجهود باش توجد الخبز لجميع المواطنين. وهذه الماده كما تتعرفوها حيويه وما خصهاش تخطا المواطن المغربي. الحمد لله حنا تنخدموا دابا، حنا كما تتعرفوا المخابز كاملين، انا تنقول لك تقريبا 100% بان المخابز تيخدموا دابا في مقاوله مواطن، لان الانتاج ديالها نقص تقريبا 70%. وما تربحوش دابا، حنا ما خدامينش باش نربحوا، وانما باش نساعدوا الشعب الوطني، وكذلك باش نلبيوا النداء ديال جلاله الملك محمد السادس نصره الله باش نساعدوا حتى حنا من الناحيه ديالنا كمخابز وكجمعيه كفيدرالية اننا نخرطوا في هذا العمل اللي تيخرطوا فيه جميع القطاعات. كما كتشوفوا حنا متطوعين كنتعاونوا مع الناس في الخبز اللي ما عندهمش، اللي ما بحالهمش، ناس معوقين، الناس مأزمه شويه مع هاد الكورونا هادي، كنحاولوا نساعدوهم، وكاينين الناس كيتطوعوا معنا وكيساعدونا وزايدين بينا شويه لقدام، ومازال بغينا اللي يزيد بينا شويه لقدام وما يكون على الخير بلا ما حيدت هذه الازمه هذه. هذه المبادره هذه ديال الخبز جات في سبيل الله من اجل الناس الفقراء والضعفاء اللي ديال الحي، كنتمناو لهم الخير، وبغينا ما كرهناش الناس يعاونونا باش نزيدوا نكبروا هذه المبادره هذه، باش يستافدوا الناس جميع كاملين، ويستافدوا الناس اللي ما خداوش يجيو ياخذوا. وكنشكر جميع السلطات اللي تعاونوا معنا، منهم القايد ومنهم الناس ديال المقدميه الحومه وكذا، على باش خلاونا نحطوا هذه المبادره هنايا. والمهم هادشي كامل الخير في سبيل الله من اجل الوطن، وتنتمناو هادشي يفوت وترجع الحياه الطبيعيه كما كانت، والله يسهل على كاع اي واحد كيدير الخير، الله يسهل عليه. كنتمناو الخير لجميع المغاربه ويكون خير ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.